هو عمل كل اللي عليه وزياده. بحبك جدا يا ريس. كان عايز اقول له احبك يا ريس. ازاي حضرتك يا فخامه الرئيس؟ ازيك يا حلوه، ازيك يا حلوه. صباح الخير. صباح النور، يا صباح النور على البنور. دلوقتي هاجي اخد البركه. تبدا بقى تقول ايه للرئيس السيسي وتطلب منه ايه؟ اطلب منه ان احنا نساعد غزه. هو عمل كل اللي عليه وزياده، ويساعد غزه، ويعني هو ادالهم منتجات وبطاطين وكل حاجه. شايف ان هو عمل مدارس كتير وفي نفس الوقت ممتع. يعني اطلب منه انه بس يبني مدارس اكتر ومستشفيات اكتر، ويوصل تبرعات كتيره لاهل فلسطين، ويبني لنا يعني حاجات تفيدنا، ويبني حاجات كتيره، مدارس يعني كتيره، حاجات كتيرة. ان هو يخلي كل الناس التعبانين يتعالجوا. ان هو بنا عمل مشروع زرع 100 مليون شجرة، وان هو شكرا جدا يعني، وبيساهم في حاجات مشاريع كتيرة في البلد، وبحبه جدا، ويا رب يفضل معانا. لما عمل لنا مدارس، والمدارس بصراحة يعني فادتنا جدا، وخلتنا بنعرف نتعلم كويس. بنحبك يا سيسي، بنحبك يا ريس، ونفسنا نكمل معاه. بحبك جدا يا ريس، وانا نفسي، وبشكرك جدا على كل حاجه عملتها. بقوله شكرا على اللي انت بتعمله مع البلد، وبحب الحاجات اللي انت بتعملها، وشكرا. بحبك يا ريس، ونفسنا نكمل معاه. بحبك يا ريس. عايزه اقول له احبك يا ريس، ونفسي تكمل معانا، وبحبك يا ريس. ربنا يخليك لي.